أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من حماقة الكيان الخليفي وغبائه تصوره واعتقاده بأن اعتقال الرموز والأساتذة المناضلين والنشطاء والسجهم في السجون سيخمد لهيف الثورة وسيوقف الحراك الثوري، في أن الحقيقة تقول بأن هذه التصرفات الحمقاء التي يرتكبها لن تضعف الحراك الثوري الجماهيري في يوم من الأيام، ولن تضعفه في مستقبل الأيام، بل إنها تزيد حماسة وتصعيدا وتلهفا في نفوس الشعب مزيدا من الغليان والاندفاع لتحقيق أهداف الثورة. أيها الأحبة، إن إقدام الكيان الخليفي على اعتقال المزيد من الأحرار والشرفاء ومداهمة منازل المواطنين وفرض الحصار غير الإنساني على منطقة كرانة دليل دامغ على حالة التخبط والإفلاس السياسي التي يعيشها الدكتاتور حمد وعصابته المجرمة. ورسالة الشعب لهذا الكيان المتهاوي: إننا باقون في الساحات ولن نتراجع عن ثورتنا المباركة قيد أنملة، فمهما تصاعد إرهابهم وإجرامكم سيتصاعد صمودنا وثباتنا في الساحات، ولن تنحني هاماتنا أبدا إلا إلى الله الواحد القهار. ارفعوها بشعار مدون: لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. ختاما، إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير إذ نجتمع معكم في هذا الاعتصام التضامني مع الأستاذ المجاهد فاضل عباس، نؤكد بأننا لن نتخلى عن المعتقلين السياسيين المغيبين ظلما في السجون، ونؤكد بأننا سنستمر في ثورتنا المباركة حتى يأذن الله لنا بالنصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله.